بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا الشباب. اليوم راح نحل الصفحة 20، الصفحة 21 والصفحة 22. نبدي بالدرس 3، درس 3 القيمة المكانية. نبدي بالمثال. المثال يقول: اكتب العدد بالصورة التحليلية. عندنا عدد يتكون من 3 مراتب: آحاد، عشرات، مئات. نكتب بالصورة التحليلية يعني نقسمه، نخلي الآحاد 1، 3 آحاد نخليها آحاد، 3 هي 3. 90 نكتب 90، 90، 9 وصفر. 200 نكتب 200، 2 وصفارة. فالـ200 هاي بما إنه بمرتبة المئات، 2 بما إنه بمرتبة المئات فقيمته 200، 9 بما إنه بمرتبة العشرات فقيمته 90، 3 بما إنه بمرتبة الآحاد فقيمته 3. تمام؟ نفس الشي مع المثال الثاني: 153، 3 بالآحاد فهي 3، 5 بالعشرات فهي 50، والمية بالمئات، العفو، الواحد بالمئات فهو 100. نفس الشيء آخر مثال: 2 بالآحاد، 0 بالعشرات فهي 3 صفر، والأربعة بالمئات فهي 400. زين، نجي على التدريب. على السؤال: اكتب العدد بالصورة التحليلية. 672. تمام؟ فاثنين مرتبة الآحاد هي 2، 7 بما أنه بمرتبة العشرات فهو 70، و6 بما أنه بمرتبة المئات فهي 600. هسه راح أطلع لكم الحل. بالمناسبة شباب، هنا أكو صفر، وهنا أكو صفرين. بالحل هنا أكو مشكلة تقنية، ما كتبت الصفارة، بس هو هنا ماكو 2 بس بدون أي صفر. هنا 7 أكو يمه صفر لأنه مرتبة العشرات ف70 نفس هذا المثال، و6 لأنه مرتبة المئات أكو صفرين مثل هذا المثال بالضبط، بس كان أكو مشكلة ما انكتبت الصفارة. نفس الشيء بذول جواتهم. هسه السؤال الثاني عندك: 291. الواحد مرتبة الآحاد فهي قيمته 1 بس. 9 بما أنه بمرتبة العشرات فهي قيمته 90. أما 2 بما أنه بمرتبة المئات فقيمتها 200. مثل ما قلنا الصفارة كان أكو خلل ما انكتبوا. نفس الشيء المثال رقم 3 اللي هو 820. الصفر مرتبة الآحاد، الصفر هي ظلت صفر وين ما تكون. 20، العشرة، الاثنين، العفو، توهم دائما الأرقام. 2 مرتبة العشرات إذا تكون 20، والـ8 مرتبة المئات فدائما تكون 800. ما تشوفون قدامكم، بس هنا هخلي صفرين لأنه ما كتبت الصفارة، وهنا 0 1، وهنا هذا الرقم نفسه. زين، السؤال أو هو الدرس رقم 4: اكتب العدد بالأرقام. راح يعطينا الأعداد كتابة وحين نحولها إلى أرقام. 672. 600 اللي هي 6 بس مرتبة المئات فتنكتب 6 بمرتبة المئات، و72 يعني 2، يعني 72 هاي 2 مرتبة الآحاد، و70 اللي هي مرتبة العشرات، فهذا الرقم طلع 672. نفس الشيء 350، 300 مرتبة المئات، عفوا 305، والخمسة مرتبة الآحاد، مرتبة العشرات 0. زين، 490. 400 مرتبة المئات، و90 بالعشرات، والآحاد 0. زين، نرجع التدريب. 629. بما أنه 600 فرح نكتب 6 بمنطقة المئات، مرتبة المئات راح تكون 6. 29 راح نكتب 20 اللي هي 2 بمنطقة العشرات، و9 بمنطقة الآحاد. تمام؟ 629. زين، 108. خلينا نشوف. 100 هي راح تكون 1 منطقة المئات، و8 راح تكون 8 منطقة الآحاد، و0 منطقة العشرات مثل ما تشوفون قدامكم. زين، 760 راح تكون بمرتبة المئات 7، مرتبة العشرات 6، ومرتبة الآحاد راح تكون 0 بالضبط مثل ما تشوفوا قدامكم. زين، راح نعبر على اللي بعده. التدريب يقول: أضع العدد في العمود المناسب من الجدول.
تمام. الجدول عندنا بيه قسمين، عندنا أعداد زوجية وأعداد فردية، وعندنا هاي الأرقام. بس إحنا قبل ما نبدأ نقسم لازم نعرف أول شيء أشنو الأعداد الزوجية وأشنو الأعداد الفردية. الأعداد عندنا الأعداد الزوجية والأعداد الفردية، راح نعدهم هسة. الأعداد الزوجية تبدي من الصفر، الصفر هو عدد زوجي، بعده الاثنين، الاثنين أيضا عدد زوجي، بعده الأربعة، بعده الستة، بعده الثمانية. هاي كل الأعداد الزوجية، يعني من الصفر إلى ثمانية هاي الأعداد الزوجية، تمام؟ بعدها راح يبدي يعبر العشرة، راح يبدي تكون من رقمين ومن ثلاث أرقام. هاي راح أدرسكم عليه، أفهمكم إياها هسه. بس نبدي أول شيء اللي بالمرتبة واحدة، بس مرتبة الآحاد، فهي صفر، اثنين، أربعة، ستة، ثمانية. زين، الأعداد الفردية، الأعداد الفردية هي تبدي من الواحد إلى التسعة، من عدد الأعداد الزوجية، يعني راح تكون واحد، الاثنين عدد زوجي ما نذكره، فنذكر مباشرة الثلاثة، يعني الواحد عدد فردي، بعده الثلاثة عدد فردي، بعده الخمسة، بعده السبعة، بعده التسعة. واحد، ثلاثة، خمسة، سبعة، تسعة، هاي الأعداد كلها أعداد فردية. زين، هاي كلتها إذا كانت بمرتبة الآحاد، فهاي الأعداد كلتها أعطيناكم الزوجية والفردية. زين، إذا كان الرقم متكون من مرتبتين، على سبيل المثال رقم عشرة، رقم عشرة هل هو فردي أو زوجي؟ زين، على سبيل المثال 106، 106 هل هو عدد فردي أو عدد زوجي؟ الأعداد المتكونة أكثر من رقم واحد، اللي هي أكثر من مرتبة، سواء كانت من عشرات أو مئات أو حتى ألوف، حتى نعرف إن هي زوجي أو فردي، ندحق على المرتبة الأولى، مرتبة الآحاد. نشوف مرتبة الآحاد هل هي زوجي أو فردي. إذا كان الرقم مرتبة الآحاد زوجي، فالرقم كله زوجي. إذا كان الرقم مرتبة الآحاد فردي، فالعدد كله فردي. بهاي الطريقة راح نطيق نعرف أي عدد مهما كان هو زوجي أو فردي. بس نشوف منطقة الآحاد، إذا كانت واحد، ثلاثة، خمسة، سبعة، تسعة، إذا فردي. إذا كانت صفر، اثنين، أربعة، ستة، ثمانية، إذا عدد زوجي. زين، حسب هاي القاعدة اللي أخذناها هسة، راح نبدي نصفط هاي الأرقام بالجدول الخاص بيها. نبدي أول شي بمية وستة. مية وستة بدي بالرقم ستة، مرتبة الآحاد تكون ستة بي. ومثل ما قلنا الرقم ستة هو عدد زوجي، إذا 106 المفروض يجي بالأعداد الزوجية. زين، 159، التسعة فردي، معناته هذا الرقم كله فردي وعليه يجي بالأعداد الفردية. زين، عندك 173، الثلاثة زوجي لو فردي. بالضبط، الثلاثة فردي، إذا يجي بالأعداد الفردية. زين، 194 زوجي أو فردي، بما أن الأربعة زوجي إذا يجي بالأعداد الزوجية، تمام. زين، 220 بما إحنا قلنا الصفر زوجي وعليه 220 بالأعداد الزوجية. نفس الشيء 256، يعني ستة زوجي. زين، 229، التسعة فردي وعليه بالأعداد الفردية. ونفس الشيء 511، لأنه الواحد فردي فيجي بالأعداد الفردية. هاي الطريقة راح تشوفون بها أي رقم فردي أو زوجي. زين، نجي على السؤال اللي بعده، يقول املأ جدول القيمة المكانية ثم اكتب العدد الذي يمثله النموذج. حلو، عندنا هذا النموذج، هاي بمرتبة الآحاد عندنا خمس مربعات، مرتبة العشرات عندنا ثلاث أعمدة، ومرتبة المئات عندنا أيضا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس مربعات. زين، كل مكعب هنا يمثل واحد لأنه بمرتبة الآحاد، كل عمود هنا يمثل عشرة، ليش؟ لأنه بمرتبة العشرات، وكل عمود هنا، عفوا، كل مربع يمثل مئة. إذا عندنا خمس مربعات يعني 500، وثلاث أعمدة يعني ثلاثة، يعني 530، لأنه خمسة بالمئات، ثلاثة بالعشرات، إذا 530. وعندك خمسة بالآحاد راح يصير 535. بس راح نشوف العدد هنا،
شوف 535. ليش؟ لأن الخمسة هذه بالمئات هي خمس مربعات بالمئات، وثلاث أعمدة بالعشرات، إذا نكتب ثلاثة بمرتبة العشرات، خمس مكعبات بالآحاد، إذا نكتب خمسة بالآحاد، وهذا راح يكون الحل. زين، السؤال اللي بعده يقول: أحوط القيمة المكانية للرقم المكتوب باللون الأحمر. عندنا 574 هذا الرقم، باللون الأحمر مؤشر عندنا الرقم 4. زين، هذا الرقم 4 هل هو آحاد أو عشرات أو مئات؟ مثل ما نلاحظ أنه الرقم 4 هو بمرتبة الآحاد، وعليه نحن نختار من هنا هل هو 4 بالآحاد أو 40 إذا كان بالعشرات أو 400 إذا كان بالمئات. لا، هو بالآحاد، إذا راح نحوط الرقم 4 اللي هو بالآحاد بالضبط. زين، اللي بعده يقول 608. 600 عدة بمنطقة المئات، إذا نختار 6 أو 60 أو 600. مع أنه بالمئات احنا ما يصير نختار 6 ولا يصير نختار 60، بس نختار 600 يصير، لأنه يعني بمنطقة المئات فيكون 600. ايمتى نختار 6؟ إذا كانت هاي 6 بمنطقة الآحاد، إذا كانت 6 إيه هنا بالضبط راح نختار 6، بس بما أنه 6 بمنطقة المئات بنختار 600. زين، عندك 532، وحوط العدد الذي يمثل الكلمات. تمام، 532، وين اكو عندنا 532 بهاي الارقام اللي هنا؟ هذا 300 ما راح نختاره ابدا، بس عندنا هذا 500، هذا وهذا، وعليه راح نختار واحد منهم. بس اي ما هو ذيم 500 بس ما اثنيناتهم بيم 32. ليش؟ لان هذا 23 وهذا 32، اذا هذا 532 وهذا 523. 23 ما يفيدنا، احنا نريد 32، راح نختار هذا. زين، السؤال بعده 706. راح نختار اول شيء، راح نشوف وين عندنا ارقام بيها 700. هذا 600 ما يفيدنا، هذا 700 هذا يفيدنا، وهذا 700 هذا ايضا يفيدنا. اذا راح يكون الحل اما هذا او هذا، بس هذا ما راح يفيدنا نهائيا. زين، 706 وين راح وين نلقي عندنا 6؟ ما 6 منطقة الآحاد، فخلينا نشوف بالآحاد وين عندنا 6. هنا بالآحاد اكو صفر، إذا أكيد ما هذا، بس هذا بالآحاد اكو 6، إذا هو هذا الحال، لأن هذا 706، أما هذا 760، إحنا ما يفيدنا 60 لأن مكتوب بالسؤال 706، وراح نختار هذا. زين، السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده يقول: اكتب العدد بالصورة التحليلية، يعني 7 بمنطقة الآحاد نكتبه 7، الصفر بمنطقة العشرات هو الصفر، الصفر وين ما يكون فالصفر. زين، الواحد بمنطقة المئات بما انه بالمئات فيكون واحد يم صفرين، مثل ما قلنا المئات صفرين، الآحاد ولا صفر، عشرات يكون اكو رقم ويم صفر، بس بما انه هذا صفر فيظل صفر. زين، اللي بعده 830، صفر بمنطقة الآحاد تنزل صفر، ثلاثة بما أنه بمنطقة العشرات فتنزل 30، والثمانية بما أنه بمنطقة المئة فتنزل 800، يعني الصفر آحاد فصفر، الثلاثة بالعشرات فيكون 3 يم صفر لأنه عشرات، والمئات راح يكون 8 يم صفرين. زين، السؤال اللي بعده رقم 8، 195، خمسة بمنطقة الآحاد، العفو، اكتب العدد بالكلمات. هذه يختلف طريقة حله، راح نكتب نفس العدد بس بالكلمات، راح نكتبه كتابة بالأحرف العربية، فراح نكتب 195. 195 ليش؟ لأنه أول شيء نكتب أول كلمة راح تكون المئات، يعني المئة إشنو؟ مثلا هنا 101 فنكتب 100، هاي 6 نكتب 600، بعدين الرقمين يظلون نكتبهم 95 72 هكذا، يعني 9 منطقة العشرات فنخليها بالأخير. يعني شوف، هي قاعدة، منطقة المئات تكون أول كلمة، منطقة العشرات تكون اللي هي بالنص تكون بالأخير، وبنص النص هنا نكتب منطقة الآحاد.
تمام. إذا نيجي نطبق هاي القاعدة هنا هذا السؤال ايش راح يكون؟ 600، فمنطقة المئات بالبداية راح يكون يعني 600، منطقة العشرات بالأخير، والآحاد بالنص راح يكون 600، والآحاد بالنص واثنان، والعشرات بالأخير وسبعون، 672. 672 بالضبط. هاي الطريقة اللي ممكن تكتبون بيها نصا، انه تجيبون المئات تخلوا بالبداية مثل ما قلنا، والعشرات بالأخير، والآحاد بالنص. زين، أضع العدد في العمود المناسب من الجدول، نفس اللي حليناه قبل شوية راح نحله مرة تلخ، على نفس القاعدة 52 الاثنين هو عدد زوجي فيجي بالأعداد الزوجية. زين، بعد بالأعداد الزوجية عندنا 70 لأنه صفر، وبعد عندنا 2 و48 لأنه آحاد 8، والـ8 عدد زوجي فيجي بالأعداد الزوجية. أما الأعداد الفردية فعندنا 61 67 و181. تمام. السؤال الأخير راح يطلع هسه قدامكم، عمر كل من سجى وآلاء على الزوجي إذا كان مجموع عمريهما 10 سنوات، فما الأعمار الممكنة لكل منهما؟ السؤال كالتالي، سجى وآلاء مجموع أعمارهم 10 سنين، وكل وحدة بيهم هو عمر عدد زوجي، يعني كل وحدة بيهم راح يكون عمرها إما 0 إما 2 إما 4 إما 6 إما 8. ما من الممكن يكون عمر واحدة بيها 0، إذا 0 معناته بعد ما جاي على الدنيا، فراح يظل عندنا بس 2 4 6 8. فنبدي بالتسلسل، إذا كانت آلاء 2 معناته سجى 8، حتى نجمع 2 و8 يطلع لنا 10. زين، إذا كانت آلاء عمرها 4 سنين ممكن يكون سجى عمرها 6 سنين، ليش؟ لأنه 4 و6 يطلعون 10 سنين، لأن احنا قلنا مجموع أعمار سجى وآلاء 10، فأكيد إذا هاي 2 راح تكون هاي 8، لازم يكون الاثنين زوجي، يعني هاي مرة ممكن يكون عمر آلاء 2، فبالمقابل راح يكون عمر سجى 8 سنين حتى يكون 10، بس ممكن يكون أيضا عمر آلاء 4 سنين، وعليه راح يكون عمر سجى 6 سنين حتى يكون بالأخير 10، ممكن يكون عمر آلاء 6 سنين راح يكون عمر سجى 4 سنين حتى بالمجموع يكون عمرهم 10 سنين، ممكن آلاء يكون عمرها 8 سنين وعمر سجى يكون 2 حتى بالمجموع يكون عمرهم 10 سنين. إلى هنا يا شباب راح نكون خلصنا الحل الصفحات الثلاثة، انتظرونا بالفيديو الجاي إن شاء الله نحل باقي الصفحات، وإذا استفدتم من الفيديو لا تنسونا باللايك واشتركوا بالقناة حتى تصلكم باقي الحلول، وفي أمان الله.